هذه امرأة دائما ترى في المنام كأنها ترى الشياطين الجن، وتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه. رؤية الجن في المنام شياطين إنس وجن في الحقيقة، لكن قراءة آمن الرسول يدل على الكفاية والحماية من كل شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: آيتين من سورة البقرة إذا قرأت في ليلة كفتها، والعلم عند الله. نعم، معنا شوق، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك ويسلمك. يا شيخ، أنا حلمت إني داخلة مكان بين الجبال، فجأة لقيت صندوق كله مجوهرات وذهب. زين، بعدين لفيت لقيت خالتي، قالت لي: خالتي شوق، شنو معك؟ كل الصندوق فيه ذهب في مجوهرات. بعدين قالت: أعطيني خاتم، سوارة، أي شيء. أنا قلت ما بيعطيك. المهم إن ما عطيتها، وخالتي الحين حامل. أنت متزوجة؟ لا. تسمعي الإجابة إن شاء الله. يلا يعطيك العافية. حياك الله. بالنسبة للجبال، الجبال على ثلاث أنواع: جبال صخرية وترابية وعشبية. أفضلها اللون العشبي بلا شك، رجال لهم مكانة وعالية أيضا مكانتهم. أما إذا كان الجبل الصخري فالحذر من بعض الناس عندهم مشاكل يا شوق، وخلي بالك سواء إذا كنت أنت طالبة أو موظفة من بعض الرجال. أما بالنسبة للصندوق فهو نصيبك، قد يكون هذا زوجك وما فيه من مجوهرات ذرية لك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والعلم عند الله. نعم، نعم. هذه امرأة مطلقة ترى في المنام كأنها تاكل، وإذا جلست من النوم حست أنها شبعانة. أنا أقول أخاف من الأصل أنها جوعانة، فإذا كانت جوعانة تاكل في الواقع حتى تكون شبعانة، العلم عند الله. نعم، طيب. امرأة، هذه رجل، نعم رجل، رأى في المنام كان يشتري رز، كم كيس؟ 7 أكياس، 7 أكياس من أفضل الأرز. طيب والله هذه بشرة خير، يعني قد يدل على 7 أولاد أو قد يدل على 7 أنواع من التجارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، والعلم عند الله. نعم، نعم، معنا اتصال. أبو نورة. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، تحلم أخوي أن خالي جاه ولد. نعم. أي، وأن مرته كانت حامل، يعني اسمها جابت ولد وحملت مرة ثانية. طيب، ماخذت أسبوع. طيب خير إن شاء الله، حياك الله. أوكي، حياك الله. طبعا إذا رأى الإنسان في المنام المرأة حملت، قد يدل على حملها فعلا بولد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتبشر بالخير، والعلم عند الله. نعم، نعم. هذه بنت عمرها 15 سنة، شعرها طويل وأسود، رأت في المنام كأنها قصت شعرها وكان شكلها جميل. قص الشعر في المنام أنواع، إن كان القص معتدل إلى نصف الظهر مثلا أو إلى الكتف يدل على التوفيق وزوال الهم والجمال، ويدل على يكون إن شاء الله زواج لك في المستقبل. أما إذا كان قص الشعر إلى الأذاني خلي بالك من العين الحاسدة، والعلم عند الله. نعم، نعم. هذا رأى ابن خاله المتوفي كأنه يقول له: أسقني، وهو لم يسقيه. طبعا الميت إذا طلب من الحي السقيا فعليه أن يقضي عنا دينه، يدعو له بالدعوات الصالحة، إذا كان له بعض الأمور في باب الحقوق يأخذ حقه. طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا دينه، والعلم عند الله. نعم، معنا أبو فهد، تفضل. تفضل أبو فهد. ألو، تفضل، أسمعك. ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قصر شوية، قصر على التلفزيون أبو فهد. يا شيخ، تحلمت ببيت خوالي إنه في عرس، وإنه كان متزوج خالي. نعم. إي. وأنت متزوج؟ لا، أنا متزوج خالي. مو أدري أدري، أنت متزوج؟ لا لا لا. طيب. أوكي. حياك الله. طبعا هذه الرؤية يا أبو فهد أبشر بالخير، رؤية الخال في المنام ومكان، قد يكون عندهم فعلا مناسبة عرس لأحد من أبنائه، أو تنعكس عليك الرؤية، ومن الرؤى من تكون شاملة، قد يتزوج أحد من أبناء خالك وأنت تتزوج بعد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
نعم، هذه بنت غير متزوجة، كأن ذهبت بأختها إلى رجل دين. طبعا رؤية المشايخ والعلماء وطلاب العلم في المنام يدل على التوفيق والهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وإذا كانت هذه الأخت في سن زواج قد تتزوج برجل صالح والعلم عند الله. نعم. طيب، امرأة هذه ولا بنت؟ امرأة رأت كأن شخصين يريدون أن ينحرونها والعياذ بالله، فنطقت بالشهادتين ولم يستطيعوا عليها. طبعا الأشخاص المجهولين إذا يريدون أن يعملون بعض الإجرام في المنام، هؤلاء أعداء من الإنس أو أعداء من الجن. نطق الشهادتين سلامة ونجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال لأسامة، قال: أفقتلته بعد أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلا خوفا من السيف. قال: ماذا تصنع بقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيدل على النجاة والحجة والعلم عند الله. نعم.